السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فينما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات كيف ما لاحظتوا في عنوان هذا الفيديو، ففي هذا الفيديو غادي نطرقوا المستجدات جديدة في كلتا القضيتين، قضية دنيا باطمة وارتباطها بقضية دريس الشحتان مدير منبر شوف تي في، واخبار اخواني اخواتي خطيره اللي كتنم على ولا اللي كتدل على وجود يعني مفاوضات كتمر خلف الستار، مفاوضات من اجل ربما عدم الوصول الى مرحله القضاء. هذه المرحله اللي كانت مؤشرات سلفا كتاكد او كتدل على ان العلاقه المتشنجه ما بين دنيا باطمه ومنبر شوف تي في انها غادا توصل القضاء. فهنالك مفاوضات وهنالك انباء اخواني اخواتي كتشير وكتدل على وجود يعني واحد واحد المسار رفيع المستوى ان صح التحديد كيدخل على خط هذا التشنج من اجل ايصال الطرفين الى صلح باش انهم يعني ما يوصلوش الى القضاء. ففي هذا الملف اخواني اخواتي غادي نسلطوا الضوء على هذا الامر هذا، وايضا كشق ثاني فعندي لكم مكالمه للفقيد والطبيب مراد الصغير، مكالمه اللي من خلالها غادي نكشفوا اولا غادي نوصلوا الى واحد القراءه اخواني اخواتي اللي كتضحض اولا اللي كتكذب كل تلك يعني الافكار اللي كيحاول البعض من الحاقدين على هذا الوطن وعلى امن هذا الوطن انهم يزرعوها بالتوازي مع حادث وفاه هذا الفقيد اللي كان طالبوا بتحقيق العداله في القضيه ديالو باعتبارها يعني قضيه وفاه غامضه، وحنا كان طالبوا بالتحقيقات من اجل الوصول الى جواب حول واش هذه يعني وفاه طبيعيه او انها وفاه يعني جات نتيجه ديال جريمه قتل او لا تصفيه من طرف جهات محددة وما عندهاش علاقة بالمنظومة الأمنية ديال البلاد. فعلى بركة الله الإخوان والأخوات نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو. البداية من مقدمة هذا الفيديو النقطة الأولى واللي كتتعلق إخواني أخواتي بواحد الأخبار، يعني مجموعة ديال المعلومات اللي منتشرة كتأكد لنا بأن دريس الشحتان ودنيا باطمة قريبا غادي نوصلوا واحد الاتفاق باش انهم يعني ما يمشيوش المسار القضائي. اتفاق عنده جوج ديال الابعاد، كاين هذا البعد الاول اللي هو هذا المسار القضائي، كاينه جهات اللي دخلت ما بين الطرفين باش انهم يعني ما يمشيوش لهذا المسار القضائي. علاش؟ باش ان ما يتفتحش الباب امام رفع دعاوي قضائيه ضد المنابر الصحفيه اللي كتصور على الرغم من انها كتوفر بتراخيص ولكن ما عندهاش اذن انها تصور اشخاص ما عندهمش علاقه بالقضايا اللي كتقوم بها التغطيه. لهذا فحجم هذا التوتر هو ما عندوش علاقه فقط بقضيه دنيا باطمه بسعيد شرف، وانما عنده علاقه بقضيه دنيا باطمه وعنده علاقه بقضيه الراي العام بصفه عامه، وعلاقته يعني بالاخبار والاشاعات اللي كتنتشر ويعني ما يوازيها من قوانين اللي ممكن انها يعني يتم تطبيقها بشكل مباشر حتى وان لم يتم تسليم شكايات من طرف ضحايا هاد المنابر اللي كتقوم بالتصوير او لا بتوجيه اتهامات دون اذن او لا دون تراخيص. اذا فالموضوع هو قانوني خرج على الاطار ديال الاشكال ما بين مغنيه وما بين منبر صحفي معروف كمنبر شوف تي في. وايضا البعد الثاني ديال هذه المناورات من اجل يعني الوصول الى صلح ما بين الطرفين، هذا البعد كيتجلى في ان الطرفين من مصلحتهم بجوج انهم يوصلوا للصلح. علاش؟ لان كاينه بوادر كتبين بان الطرفين مستعدين انهم يبداوا يفتحوا في بعضياتهم، وانهم كلا الطرفين عندهم ادله ضد بعضياتهم وفضائح وصور وفيديوهات. لهذا فالطرفين ودخول هذه الجهات فهي من اجل يعني منع وصول الطرفين لهذا المستوى ديال فتح بعض الاسرار اللي ممكن انها غادا تضر كلتا الجهتين. على اي اخواني اخواتي كنظن انني يعني وضحت كل هذه المستجدات والامور يعني وصلتنا الضوء بشكل كافي على هذه النقطه هذه. قبل ما اننا يعني نمشيو للنقطه الثانيه فما زلنا يعني كنطالبوا بالعداله في تحقيق يعني في الملف ديال حمزه مومبيبي اللي هو الملف الحقيقي اللي عليه احنا
مركزين. ونمشيو إخواني أخواتي إلى النقطة الثانية واللي عندها علاقة بوفاة الطبيب العسكري مراد الصغير. هذه القضية اللي درنا في لايف ووضحنا يعني بزاف ديال الامور باش نقطعوا الطريق امام دوك اللي ريوسهم يعني تشبعوا وتشدقوا بعض المفاهيم، هما ما عارفينش حتى المعاني ديال هذه المفاهيم، وعندهم نظرة ظلامية اتجاه المؤسسات، واي شخص فاسد كيربطوه بالمؤسسات وكتولي تبان لي مؤسسة على اساس انها منظومة، ولو كيحطوه عناوين ك المخزن وك الهولدينغ الملكي وك يعني الحاشيه ديال الملك يعني عايشين في وسط واحد الجو ظلامي كيشوفوا فيه كيشوفوا من خلاله اي حادث كيوقع عرضي طبيعي نتيجه ديال شخص فاسد كاين ربما في المؤسسات، فكيربطوه بالحكم وكيربطوه يعني بالمخزن، يعني في تمثل للجهل والنظره الظلاميه اللي كاينه عند هاد الاشخاص. فهاد الاشخاص هادو اللي قطعنا عليهم حنا الطريق بهذاك اللايف ومازال غادي نقطعوا عليهم الطريق، علاش؟ لانهم كيحاولوا يربطوا هاد الجريمه اولا هاد حادث وفاه ديال الطبيب مراد الله يوليه برحمه الله، واللي حنا اشد مطالبه منهم بتحقيق العداله في القضيه ديالو، لاننا على علم بان هاد الطبيب يعني كانت عنده توترات ولكن ماشي مع المخزن وماشي مع هاد النظرة الظلامية، وإنما مع أشخاص بعينهم يجب تحديدهم والوصول إليهم عن طريق التحقيقات، وهذا هو المطلب ديالنا. فعندي لكم إخواني أخواتي واحد المكالمة اللي كتأكد فعلا بأن هاد الطبيب كان كيحظى بواحد المكانة وكان كيتعامل من طرف السلطات كمواطن بحاله بحال باقي المواطنين بكل ترحيب. مكالمة اللي كتأكد أن هاد الطبيب يعني اتصل بجهات أمنية قبل الوفاة ديالو، أنهم تعامل معاه واحد السيد مسؤول أمني كبير تعامل معاه كمواطن يعني بجميع الحقوق اللي كيتوفر عليها. مكالمة اللي من خلالها إخواني أخواتي غادي نقضيو على ديك النظرة السوداوية اللي كتبين لنا بأن الأمن وهذا الشيء كامل كيشتغل كعصابة وهذه الأمور. هذه هاد النظرة السوداوية اللي مبنية عند دوك المعارضين اللي يعني تصدروا او تشبعوا بالثقافه الغربيه اللي كتشوفنا عالم ثالث يحكمه ملك متغطرس. فغنخليكم اخواني اخواتي مع هذه المكالمه يعني اللي جات ابان التحقيقات اللي كانت كدير السلطات مع هذا الطبيب، يعني خصوصا على المعلومات اللي كان كيقول لان معلومات حساسه وهو جهاز كبير كان واصل المراتب، فكانت معاه واحد التحقيقات. فنستمروا نسمعوا اخواني اخواتي هذه المكالمه وغادي نرجعوا للتحليل ديالها في بث مباشر ان شاء الله بحول الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمع لك سيدي، الله يخليك سيدي، انا واحد الطبيب من طنجة الله يجازيك بخير، باقي كنتسنى اتصلوا بيا ما اتصل بي احد. اتصلوا بك علاش؟ لانني عندي كان عندي واحد الكونفوكاسيون باش نجي عندكم لو 22 لو 22 سبتمبر، ولو 21 اتصل بيا واحد السيد قال لي هذاك الرونديفو ديال لو 22 اي تي انولي. ومن ذاك النهار ومن بعد انا اتصلت عاوتاني بكم يعني لو 26، والسيد قال لي راه غنعاودوا نتصلوا بك باش نسقوا معاك وما اتصل بي احد، راه مازال كنتسنى. قبل ما نختم اخواني اخواتي كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه والله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر وخير وختام السلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي التزامات اوروبا انا خدام وداير لي منع من السفر، ما عرفتش شنو ندير. وانا ما عرفتش شنو ندير الشريف، انا عايش بخير وممنوع نمشي لشي اوتيل وممنوع نخرج من طنجه، ما فهمتش شنو ندير الشريف. ولا ما داير والو. دونك ما عليكش باش نقول لك واحد القضيه، ما تجي انا اللي ننصحك هو ما انك ما تجيش انا لكازا لان تقدر تجي وما يستقبلكش شي واحد. ورا داك الشيء اللي قلت لك، انا عيطت لكم باش نشوف واش نقدر نجي ساعه، شفت القضيه ما نقدرش تنجي كاع. واخا عرفتي اش غادي ندير استاذ؟ الله يجازيك بخير. نعم عفاك غير واحد، لان اليوم الخير كيف كتعرف راه اليوم حنا ما خدامينش. اييه العيد العيد الله يدي مبروك العيد بعدا. عيد مبارك اخويا. الله يبارك فيك. اليوم راه يعني راه ما كايناش الخدمه، غادي ندير عفاك واحد نص ساعه جوي هذيك العشرة عاود عيط ليا. الله يرحمك الوالدين. نشوفوا ديك الساعه شكون اللي استدعاك باش نقول له يعاود يجهز لك الاتصال ويدير معك شي موعد انت تجي عندك. واخا اخويا الله يجازيك بخير، شكرا بارك الله فيك. سلام اخويا. سلام سلام. سي مراد اخويا غادي تبقى اليكوت، راه غادي يعيطوك الاخوه في التليفون ديالك وغيديروا معك موعد اخر باش تجي عندك. بارك الله فيك اخويا، انا كنتسنى. خليك على القاص مع التليفون وصافي، الوقت اللي عيطوا لك جاوبهم راه يديروا معك موعد. صافي واخا، شكرا شكرا سي، بارك الله فيك. بارك الله فيك.